أنا محمس كتير اليوم، مبسوط كتير. أول مرة بطلع على مسرح كبير مثل مسرح The Voice Kids، رح أعزف وغني مع العود. واثق الخطوة يمشي ملكاً، وإن شاء الله أني رح أكون ملك على مسرح The Voice Kids. شكله إيه، واثق من نفسه، مرتاح؟ آه، مرتاح. قلبي عم بدق، حس هيك كأنه في شيء عم يتدوزن. موال موال قتلوني عيون السود يا ليل المال حدود، قتلوني 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 عيون السود. حب من أول نظرة. شو اسمك؟ كومي. أهلا وسهلا. أنت من وين؟ من سوريا. تحياتنا من سوريا. سهلا. أنا أول ما سمعت العود قلت لا، في أنا قلت لك بروم، لأنه في شيء ما أنك شايفه بحياتك. صحيح. أنا أنعتك. برافو. إحنا نشجع المواهب اللي مو بس تغني، عندها صوت حلو وبنفس الوقت تعزف آلة موسيقية.